السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام استاذي. الاسم الكريم؟ النصر بن محمد بن حميد العمري. الاخ النصر، ما النظام او البرنامج الذي استخدمته في انقاص وزني؟ والله هو بالاساس كما خبرتك سابقا الرياض. اها. والشيء الثاني نظام الهدوء والتغذية. ايوه. احاول احصل بدائل. ما هو؟ كما يقولوا يعني كل شيء افضل من شيء. كيف؟ مثلا بدل السكر الابيض السكر الاحمر. زين. مثلا بدل زيوت المهدرجة هذه وما ينقص كم سنة وخزنة، نعم، استخدم الصرب الحميس. الحميس ما شاء الله، هذا يكون أفضل. جميل. هيو. ومبدل الطحين رقم واحد وشلته البر. ايه ما شاء الله. هيو. نعم، هذا الاستخدام محاول بنسبة 90% يعني استخدمه في البيت. اي جميل هذا الشيء. وعب يوم حد يعز ما يكون نظام غذائي، كيف ما تسوي؟ اروح وامشي الامور واحاول. اها. لكن مثلا اليوم خذيت حسيت عمري باقي، بيوم ثاني احاول اعوضها بفواكه. جميل. يعني واعوض رياضه اكثر. كذا. وامشي حياتي. هل وقت انك استفدت لما طبقت هذا النظام؟ كثير. اها. 100%. اول لدرجه الطابق الثاني ما اقدر اطلع الا انا فقط تعبان. سبحان الله. اول الحمد لله مثلا 20 كيلو اهر والعاد. شوف ما شاء الله. ايوه. جميل، الله يوفقك. جزاك الله خير، سعدت بالحديث معك. جزاك الله خير. امين جميعا.